امبارغو، الشيء اللي قام به السيد رئيس الجمهوريه في ظروف صعبه ولكن في ظروف وجيزه رغم الازمات تاع الكوفيد تبعيه الحرب هذه، الا انه عامل حتى يجعل الجزائري يعيش دوما في كرامه بمجهودات جباره. يريد ان يحافظ على كرامته، يريد ان يرقى المستوى الذي لابد ان يرقى هذا المواطن، لا يجب انه جزائري ولا بد ان يكون في مستوى معين. يريد انجاز الجزائر كما قال اكثر من مره قوه ضاربه، وعندنا كثير باش نقولوا قوه ضاربه باش يولى لها الاهتمام والاعتبار اللازم. الحمد لله، كما راكم لهنا نعيشوا شي اللي راهم يعيشوا في فرنسا، هل ستة في المانيا ولا في اسبانيا، هل ستة يحبسوا الشوفاج. يبدو بالبرد اللي ربما عندهم الناس اللي يعرفهم لهين، راهم يتمردوا، راهم يتمزروا، تروح الاسواق تاعهم راهي خاليه. حنا الحمد لله اليوم بسياسته الرشيده الوجيهه بحنكته جعل المواطن ما يعيش الحرمان هذا، والشيء اللي يبحث عليه يوجدوا في كان في الاسواق الكبرى في الحوانت في بعض الصعوبات كما يعيشها الموالي ممكن نتكلموا عليها فيها، يعني الحمد لله ما خلاش يعني المواطن يتمرمد كما راهم يتمرمدوا في مناطق في بلدان اخرى.